فوز خارج الارض، اعتقد ده اهم الامور اللي ممكن دايما النادي الاهلي بيفكر فيها. اكيد طبعا. بس في رؤيي يعني اكيد النادي الاهلي يعني حصوله على البطوله الافريقيه طبعا في امام الزمالك اكيد طبعا دي مدياله دافع بشكل كبير جدا في ان هو عايز يكمل الاستمراريه، خصوصا كمان انت بتلعب فريق نوم يعني خد بالك تخاف من الفرق الصغيره اللي انت مش شايفها وهو عارفها. هي دي يعني اكيد الموضوع مختلف تماما، لان الفرق الصغيره دي بتبقى عندها عارف اللي زي ما بتقول لك ايه بتظهر بتطلع اعلى حاجه عندها مجرد ظهور، يقول لك ايه ممكن لعيب يجي له عرض في حته، فاهم قصدي؟ فتلاقي الفرق دي بتبقى بتصعب على المباريات على الفرق الكبيره، يعني مثلا لو قصاد الاهلي او قصاد الزمالك بتلاقي الفرق دي ما عندهمش الخبرات، فبتلاقي كل واحد بيبقى عنده الطموح ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي. ف عدم وجود موسيماني بيأثر على الفريق هناك كابتن؟ بص يعني معظم اللعيبه المتواجده خلاص يعني اكتسبوا الخبرات الافريقيه، وبرده طموح النادي الاهلي طموح كبير وفريق بطوله يعني يعني وعدم وجود قفشه والسوليه طيب برده كلاعبين. بص العناصر اللي موجوده يعني في ظل الظروف ده بقى اكيد بيبقى قد المستوى قد وقد طموح جماهير النادي الاهلي، لان خد بالك انت برده بتلعب في قصاد فرقه ممكن مش معروفه، بس انت برده مش هتضيع النشوة الانتصار في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي يعني. فأكيد في تركيز عالي جدا من اللعيبة ومن الجهاز الفني والأمور هتبقى بتاخده بشكل. طب خليني أقول لك بقى، وإحنا بنتكلم على فيروس كورونا وطبعا خلاص الفرقة بقت بتتعود ماتش من ماتش والتاني ممكن يغيب نجم من نجومه وبالتالي خلاص بقت الأمور عملية. طارق حامد وعلاء ومحمود علاء مش هيبقوا موجودين في ماتش الاهلي القادم، الاهلي والزمالك لقاء القمة، اثروا بشكل كبير على النادي الزمالك؟ طبعا حظوا عشان النادي الزمالك. بس خلينا نتكلم بس يعني طارق حامد هو من العناصر المهمه في نادي الزمالك في الفتره الاخيره، يعني عنصر اساسي في نص الملعب، وتقريبا هو يعني زي ما بيتقال كده هو اللي ماسك نص الملعب، هو اللي بيقدر يدافع في الفتره الاخيره، عنده الروح العاليه بشكل كبير جدا مع خبراته اكتسبت بشكل كبير جدا مع المنتخب ومع نادي الزمالك، بقى عنصر اساسي لا يقل اهميه عن بن شرقي وعن ساسي وعن اللعيبه مع احترام الاسماء الثانيه، مصطفى محمد نفس القصه يعني. فاكيد عدم تواجده هيبقى مش يعني مش مفيد لنادي الزمالك، لان هو عنصر اساسي في نص الملعب ومن الخبرات العاليه جدا في مع نادي الزمالك يعني. محمود علاء ممكن هتلاقي الونش ويلعب هو مثلا عبد الغني، فاهم قصدي؟ يعني هتبقى الامور يعني في ماتش القمه الاولاني كان الونش ما كانش موجود في خط الدفاع وكان متوقع ان الونش ومحمود علاء، النهارده بتتكلم محمود علاء مش موجود واحد بس هتلاقي في بص هو اللي بيقعد دلوقتي بتلاقي في حد يقدر يسد بصراحه. نادي الزمالك في الفتره الاخيره الجزء الناحيه الدفاعيه في اخر تقريبا يعني موسم او موسمين نادي الزمالك ابتدى الناحيه الجزء الدفاعي بقى افضل بشكل كبير جدا. كان عنده ازمه كبيره جدا في اخر 5 سنين في الجزء الدفاعي برضو حلها ما شاء الله يعني. الونش في الفتره الاخيره عامل موسم هايل وانا بعتبره ان هو افضل مدافع في مصر حاليا هو وعبد الغني بصراحه. خلينا نروح بره، ارجع للنادي الاهلي لان بكره ماتش مهم يعتبر عشان يخلص النادي الاهلي من هناك، لكن عندنا تشكيل متوقع على الشاشه هنقوله في غياب عمرو السوليه وفي غياب قفشه برضو الناس تبقى متابعه اللاعبين. ده التشكيل المتوقع بكره بالنسبه ليه ده اللي عندنا برضو رامي ربيعه عنده برضو لكن رامي ربيعه ما بيلعبش بشكل مستمر. ده التشكيل المتوقع لبكره، محمد الشناوي في حراس المرمى. ده انت ولا انا؟ ده محمد هاني، ده احنا اللي من حاطط التشكيل محمد هاني ده انت اللي كان انت المتوقع. ماشي، بدر بانون وايمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وديانج طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وكهربا محمد شريف. ممكن بدل كهربا ممكن يبقى جيرالدو يعني بس انا ده التشكيل اقرب يعني لان هو عايز ينزل برضه يكسب. يعني كهربا ما يكسبش؟ لا مش قصدي يعني ممكن يبقى فاهم قصدي يعني ايه يبقى جزء مثلا كتغيير يعني ده اللي اقصده في ظل الظروف النواقص اللي موجوده مع النادي الاهلي يعني. بس كده مش عايز تستضيف حاجه بس هو بتمنى طبعا التوفيق في بدايه بتمنى التوفيق للاهلي في بدايه مشواره وبرده مبروك لنادي الزمالك الصعود للمرحله اللي جايه لان الموضوع الفتره اللي جايه بقى الموضوع اصعب واصعب واصعب يعني. كل التوفيق ليهم. طيب رايك